إذا واحد وضع عندك في الدكان فعلي إياها، ثم بعد مدة صاحب الدكان قال له سرقت من المحل أو سرقت من المستودع الذي أنا أودعتها فيه، ينظر إن كان هذا الشخص الذي استلم هذه الآلة لم يقصر في حفظها، يعني وضعها في حفظ المثل. ما معنى حفظ المثل؟ المكان الذي يحفظ فيه الشيء عادة، ينظر هل وضعها في حفظ المثل؟ إن كان وضعها في حفظ المثل يعني ما قصر فسرقت ليس عليه غرامة، أما إن كان قصر لم يحفظها في حفظ المثل وضعها في غير حفظ المثل فهنا إن سرقت عليه غرامة، وهذه خيانة أن يضعها في غير حفظ المثل إلا أن كان أذن له ذاك، قال له ضعها أينما شئت، لو لم تضع في حفظ المثل أنا بل لا أكره ذلك، أنا موافق أرضى بذلك، هنا لا يكون عليه. لكن إذا واحد سلمك أمانة، واحد مثلا قال لك عندي هذا المال تبرع للجمعية، تبرع لمصالح المسلمين أو للدعوة، فأنت إن أخذت منه تحملت الأمانة، أين تضع هذا المال؟ في حفظ المثل. ما معنى في حفظ المثل؟ ليس في الجيب الظاهر لا يعتبر حفظ مثل مثل هذا، إلا أن يكون جيبا له ما يكفله استحاره مثلا، هذا يسمى حفظ مثل مثلا، أو أمسكته بيدك بلا تقصير، كان في يدك بلا تقصير، أما إن قصرت وضاع منك تغرم بدله هذا المال، تغرم بدله. فانتبهوا، إذا واحد أعطاكم وكلكم بمثل هذا إن كنتم لا تتحملون الأمانة اعتذروا منه، فتقول له نحن لا نتحمل هذه الأمانة، أنت انظر إنسانا غيري لا أتحملها. مثل واحد أمس سألني قال لي كنت في مكان في مطار، فقال له شخص انظر يوجد قطعة عملة في الأرض فأخذها من الأرض، ثم ترك المطار وسافر ورجع إلى لبنان. لماذا؟ قلت له تعرف عنها، قلت له أنت تحملت أخذتها تحملت، وين المطار؟ الله ييسر له، إما هو إما أن يفعل بنفسه وإما أن يوكل ثقة أن يعرف عنها، ليس شرطا أن يفعل ذلك بنفسه، لكن هو تحمل لما رفعها من الأرض أخذها، هو تحمل ذلك، فعليه الآن أن يعمل ما هو لازم في الشرع. إذا واحد أعطاك ولده الذي بلغ من العمر 7 سنين وقال لك هذا ولدي كالأمانة عندك، أنت أدبه هذبه علمه ما يلزم، ماذا تفعل إذا قبلت وضعته عندك؟ كأنك الوالد، عليك أن تعلمه ما فرض الله على الولي أن يعلمه في هذا العمر، لأنك تحملت ذلك. العلماء يقولون كما تعرفون من المختصر في الأخير، إذا واحد دخل في وظيفة كالقضاء أو خدمة المسجد حتى أو الأذان أو غير ذلك من الوظائف، فهو يعلم من نفسه أنه لا يقوم بتلك الوظيفة، ماذا يكون؟ يكون آثما. دخل في وظيفة كالقضاء أو حتى خدمة المسجد وهو يعلم من نفسه أنه لا يقوم بتلك الوظيفة، حرام عليه، كأغلب المؤذنين، هل يؤذنون بحسب الحكم الشرعي؟ كيف يؤذنون؟ يقول لك على برنامج أو هلا على البرامج الموجودة على التليفون، فإن حصل خطأ يكون هو أذن مع حصول هذا الخطأ، يكون تحمل. إذا شخص تعامل مع شخص بمعاملة فيها أجرة أو فيها ثمن مبيع مثلا، ثم ذاك ما أقبضه عمدة إنما أعطاه صكا، يعني الشك اللي بنقوله نحن الشك، ماذا يفعل هذا الشخص؟ الجواب عن ذلك أنه إن لم يعلم كيف هي معاملة هذا الإنسان مع البنك، ما علم أن فيها حراما، ما تيقن أنه يتعامل مع البنك بمعاملة فيها ربا بمعاملة فاسدة، يجوز له أن يذهب إلى البنك ويقبض هذا المال الذي هو بدل أجرة أو بدل ثمن مبيع مثلا. أما إن كان يعلم أن معاملته مع البنك فاسدة حرام عليه أن يقبض هذا المال، يقول له أنا أريد منك مالا آخر، لا أريد هذا الصك، هذا الصك لا أستعمله.
هذه التي يقولون عنها الحشيشة على الشيخ حرام، هذه تضر ضارة. يعني بعض الناس بيسألوا يقولوا أن الحشيشة ما بتسكر، لو كانت لا تسكر الرسول نهى عن كل مفتر ومسكر. مفتر يضر، يعني فيه يضر ببعض نواحي الجسد، فهذه الحشيشة تدخل في المفتر. حشيشة يعني الأفيون والتوابع تبعيتها، أنا مو عارف أسمائهم كلهم، لكن بعض الناس بيسألوا شو حكم الواحد يتعاطى شوية حشيشة؟ يعني بعض الناس يفعلون هذا، هكذا يجرونه في الأول. فنبهوا أولادكم والشباب والشابات، يجيبوا سيجارة يقولوا لا تجربها، شوف كيف بتسلطن، إذا عندك هموم تنسى همومك، ومعك مصاري تصير كأنه عندك مصاري. فبعض الناس يفعلون يجربها. فما هو الجواب؟ الجواب على الحشيشة تسكر، ما هو حرام، أما إذا استعملت في الدواء فيجوز. كيف الواحد بيعملوا له عملية في هذه الأيام؟ أليس قد لا يتحمل أن يفتح جسده بدون البنج؟ البنج شو أصله؟ من هذه الأشياء المخدرة، هنا استعملها للعلاج، استعملها للعلاج، فهذا جائز. أما أن يفعل كما يفعل كثير من أهل مصر، كثير من أهل مصر يستعملون الحشيش، يقول أنا كيف أشتغل إلا ما أستعملها؟ صار عندهم كأنه من أصل الغذاء، يعني كما إذا واحد قال كيف أمضي إن لم أشرب الماء، هو يقول كيف أشتغل؟ لما كنت طالبا في الأزهر في السبعينات كان واحد يأتيني باللبن، كانوا يأتون باللبن، باللبن الرائب في قدر الفخار، رأيته يعمل شيئا هكذا، أنا ما كنت أعرف هذا، فقلت له ما هذا؟ قال حشيش. قلت له لما تفعل هذا؟ قال هنشتغل ازاي؟ يعني على زعمه ان لم افعل هذا كيف اعمل؟ كانه يقول كيف ان لم اشرب كيف انا اعيش؟ هذا تعودوه ويتناقلوا، هذا يعطي هذا وهذا يعطي هذا. فالجواب استعمال الحشيشه على الوجه المعروف حرام، مما يدخل تحت نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهى رسول الله عن كل مفتر ومسكر. بالنسبة لوقت سنية غسل الجمعة يبدأ من دخول الفجر، إذا دخل الفجر والشخص يريد أن يغتسل للجمعة يغتسل بعد دخول الفجر. بالنسبة لاستعمال الكارت البنك اللي بيقولوا الفيزا كارت وهذول، هذا إن كان الشخص له معاملة صحيحة مع البنك، يعني بده يسأل كيف هي المعاملة الصحيحة مع البنك، يسأل حتى يدخل مع البنك على وجه صحيح. ثم هو لا يشتري بكارت الفيزا، ما حدا بيشتري بكارت الفيزا، هني يعني بيقولوا اشترينا بكارت الفيزا، هو يشتري باللفظ او بالتعاطي، لكن يعطيه الكارت حتى ذاك يحصل ماله، حتى يحصل ماله بدل ما هو باعه. لكن العوام شو بيقولوا؟ بيقولوا نشتري بالكارت، ما بيصح الشراء بالكارت، ما بيصح. هو يشتري اما باللفظ واما بالتعاطي. فإن كانت المعاملة صحيحة وهو بيعطيه كارت، يعطيه هذا الكارت حتى يمره على الآلة، فيظهر أن له حسابا في البنك، حتى بنك هذا الرجل يحصل من مال ذاك الرجل من بنكه له بدل ما هو له عليه. إن كانت المعاملة صحيحة حسب الشرع وفعل هذا يجوز، إن كانت معاملته صحيحة يجوز. صاحب العمل هو يعمل المعاملة، بيعطي الموظفين، الموظفين اللي يعملوا شو؟ بدل معاش، يعني راتبه يصير في البنك. صحيح. هذا يشترط فيه إذا كان هو يريد أن يوضع ماله الذي هو أجر له في البنك أن تكون معاملته مع البنك صحيحة، ومعاملة الذي أجر له هذا صحيحة حتى يحل له هذا. إذا شخص نسي الابتداء في الدعاء بما هو مأثور، هذا ليس مثل الطعام يقول أوله وآخره، هذا يعود إلى الأول. يعني نسي في دعاء مأثور له صيغة وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فنسي هو شيئا منه مثلا، هذا ليس مثل الطعام، لا، هذا يعود إلى الأول. كذلك إذا كان واحد يذكر ذكرا مخصوصا بعدد مخصوص
ثم نسي العدد وهو يقول مثلا 7 مرات نسي أنا في السادسة أم في السابعة. يقول الشيخ عبد الله رحمه الله يبني على الأقل وإن عاد من الأول أحسن. يعني شك 6 قلت 6 مرات أم 7 مرات ماذا يقول؟ 6 مرات. وإذا كان عنده همة أحسن ماذا يفعل؟ أن يعيد من الأول لأجل السر، لأن السر هنا مربوط بالعدد اللي وارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فاعملوا بهذا كما في ورد الطريقة الرفاعية لكم هذا الذي قاله الشيخ عبد الله أثناء ذكر الورد. شك هل كنت 90 مرة أم صرت في 89 مثلا؟ فيقول في 89 له أن يفعل ذلك، وإن عاد من الأول أحسن. يقول كتب هذا الذي ذكره